دكتور. بقول لك ايه، انا كان نفسي ارمي الشنطه دي في الشارع، كل شويه كده ايد بكلاش عبد الهاب. خدت اذن من الست الهانم قبل ما تيجي؟ يا بنتي يا بنتي افهمي ايه، ما كانش في حد قدامي عايز يقول لا هي. ما قلتليش ليه قبل ما تشاركها؟ ما انا عارف انك كنت هترفضي. واديني عرفت ورفضت، هتعمل ايه بقى؟ ما انا ما اقدرش استغنى عنها، مصالحي كلها في ايديها. يعني شركتك انت في الشركه وشركتنا انا فيه. يا بنتي افهمي، ما هي مخطوبه لعزه. ما هي كانت مخطوبه لعزه يا حبيبي وهي متجوزه عباس. ما كانتش خطوبه رسمي. شوف ازاي ظلمتها الطهره العفيفه. انا مش عارف انت جبتي كل الكلام ده منين. إيه؟ مالكش دعوه بمصادر الموثوق فيها. اكيد كريمه اللي فتنت عليا. قصدك يا حبيبي هي اللي نورتني لما لقيتك بتستغفلني. بس يبقى هي بقى اللي وزتك انك تيجي تطب عليا في الشركه. بس ما قالتليش يا استاذ اني هلاقي عينيك في عينيها في كفيها في قدميها. يا ست نجات الصغيره، انا كنت ساعتها بمسح الشاي اللي وقع على المكتب. شاي ولا ينسون يا استاذ ما تفرقش كتير. عافينا في الرياض، ما تسيبنيش لوحدي، العيال هيجوا من المدرسه يزلوني. ما تقلقش يا اخوي، هعدي عليهم واخدهم من المدرسه واخدهم معايا عند بابا. طب والبنت اللي سايباها مطالب عليكي انت نسياها ولا لا؟ ده دي بالذات بقى انا ما نسيتهاش، ده انا سايبها لك عشان عارفه انك مش هتعرف تقعد من غيرها. معرفش اغيرها ولا ارضعها. ابقى خدها يا اخويا للست العالم تغير لها وترضعها. انت مش لما شاركتها كنت عارفه ان عندك عيال صغيره؟ يال عيطي، عايزه ليه تطمي على ابوكي؟ ايه ده؟ ايه الترتور ده؟ ايه يا غريب، ما بقتش غريب يعني؟ كل شويه تنط لنا، انت موصف لنا يا ابني. ماما، عم غريب عنده حل كويس عايز يقوله لحضرتك. ودينا هنخش اوضتنا اهو عشان تعرفي تستفردي بالراجل. بس بالراحه عليه المره دي. ايه حله الحنان اللي وقعتوا فيها دي؟ يا اختي عليها يا اختي. ايه يا مرود الاطفال؟ انت رايح في ايه؟ اتفضل استريح معاه. في ايه؟ ايه الحل اللي قلت عليه؟ لا اصل انا حضرتك ليا قريبتي مذيعه في التلفزيون. فبتعمل برنامج عن الحالات الانسانيه الصعبه يعني. فعرضت عليا انها تستضيفني وتحكي حكايتي بقى للمشاهدين، اصعب عليهم وتلم لي تبرعات. تلفزيون يعني فضحتك هتبقى بجلاجل. استهاني ولا جلاجل ولا حاجه، ما انا قريبتي المذيعه حكت لي بقى، قالت لي انها عملت الحكايه دي كتير قوي ولمت بلاوي فلوس قد كده بالهبل. يعني التبرعات دي تقدر تلم منها 80,000 جنيه ولا هتديني 20 وتقول لي فصل وانا وصل؟ يعني حاجة أكمل بيها على تمن التاكسي اللي هبيعه. لا أنا ما يرضينيش فضحتك. بص أنت تبيع التاكسي على مهلك كده وتديني تمنه وتسدد لي الباقي واحدة واحدة، مع إنك قتلت جوزي مرة واحدة. ربنا يكرمك ويجعله في ميزان حسناتك. والله أنا كان قلبي حاسس إن أنا هصعب على حضرتك في يوم من الأيام. أنا برضو ست جدعة، ما يرضينيش تشحت على الهوا مباشرة. ربنا يخلي لك ولادك يا رب. محروقة والله، لكن شوف يا ست مريم، ربنا ما يوقعك في دقيقة لا انتي ولا اللي زيي. أنا في شدة، ماشي أنا محروقة والله، أنا في شدة ومزنوقة بالفعل ومنهارة ماديا ومحروقة والله. أنا بصدق مش لاقي اللجا، ونسأل الله حق النشوق والعطف من فوعلية الخير وأصحاب القلوب الحليمة، لكن أنا بصدق ويقين أنا وولادي مش لاقيين ناكل، ومش عايز أضغط على غريب وأقول له اديني تعويض، يعني أنت قتلت جوزي بالتاكسي. وطبعا ده بيدل على ايه؟ على ان انا متربيه وعندي حسن اخلاق. انا عارفه يا اختي ان هو موته ما كانش قصده، وعارفه كمان ان هو ما هوش فلوس يدفع حالي. بص للقرد وتامل عليه، ما تلاقي الا السواد حواليه، واللي ربنا معاها يا اختي بتلاقي الناس جنبها. صح؟ انا محروقه والله. بشعر نبيل جدا منك يا مدام كريمه، وده اللي هيشجعنا على اننا نفتح باب التبرعات من الساده المشاهدين. وصل معنا اول اتصال. الو، احنا بنشكر البرنامج الجميل قوي ده لانه برنامج انساني. نتعرف بحضرتك؟ لا مش مهم انا مين، اعتبريني فاعل خير واتبرع للست كريمه ب 3000 جنيه. انا
محروم. الف مبروك يا مدام كريمه. رزق العيال والله، رزق العيال اللي بقالهم 3 اشهر ما كلوش اللحمه. معانا مدام مديحه. الو الو، انا بحيي الست كريمه على موقفها من الراجل اللي قتل جوزها بالخطا، وبتبرع لها ب 2000 جنيه. ربنا يخليكي ليا يا رب وللغلابه اللي زيي. انا محروقه والله. احنا بنشكرك يا مدام مديحه، وعايزين نفكر السادة المشاهدين انهم يقدروا هما كمان يتبرعوا لمدام كريمة عن طريق البنك، الرقم موجود اسفل الشاشة. ربنا يبارك لي فيكي ويبارك لكل من ساهم وهيساهم في هذه الضيقة المالية التي تمر بها هذه الأسرة الفقيرة التي توفى عائلها الوحيد في حادث سيارة تاكسي سوداء اللون. صاحب التاكسي غريب والمخابرة مع السوق. أنا محروقة والله، محروقة. المهندس مصطفى من المهندسين اتبرع ب 1500 جنيه. ربنا يخلي لنا المهندسين والعجوزة والصحفيين والدكاترة اللي ليها في الله عمرها ما تخرب. أنا محروقة والله. مدام سعاد من مدينة نصر اتبرعت ب 500 جنيه، شكرا يا مدام سعاد. محروقة والله. الطفل محمود اتبرع معانا بجزء قيمته 30 جنيه. حبيبي يا ابني كتر خيرك يا ابني. حسام اتبرع معانا ب 1500. اتفرج على الست كريمه في التلفزيون. 5000 جنيه اتبرعت بيهم. شفت الشحاته دي لما تيجي 20000 جنيه لغايه دلوقتي. استاذ ابراهيم اتبرع معانا ب 2000 جنيه. يوه ايه عايز محمد زغلول اتبرع معانا ب 5000. مش كان جوزي زي ما كان جوزها يا استاذ زغلول؟ ما هو بقى يا اما منصص انا وهي يا اما هطلع في الفضائيات. مصطفى شرشابي اتبرع معانا ب 30 جنيه. محروقه والله. طفل عامر ابراهيم اتبرع معانا ب 40 جنيه. مدام سعاد اتبرعت معانا ب 3000 جنيه. استاذ حسن عزت اتبرع معانا ب 8000 جنيه. تبرع قيمته 5000 جنيه باسم ساره ابراهيم. محروقه والله. فعل خير اتبرع معانا ب 4000 جنيه. الطفل احمد خواجه اتبرع معانا ب 45000 جنيه يا كريمه. الطفل حسن محمد اتبرع معانا ب 800 جنيه. بتضحك على ايه؟ على كبده ابوكي. اتبرع معانا ب 2700 جنيه. محروقه والله. مدام هدى اتبرعت معانا ب 100 جنيه من مصروف البيت. مدام سوسن اتبرعت معانا ب 1500 جنيه بدل غساله الاطباق. محروقه والله. مدام منى 50 جنيه. مازن 5000 جنيه. محروقه والله. مهند 10000 جنيه. محروقه والله. وبنهايه الحلقه بنقفل باب التبرعات، وبالشكل ده بيكون حساب الست كريمه في البنك من التبرعات ما يعادل 70000 جنيه. مبسوطه يا ست كريمه؟ الحمد لله. اشكرك يا حبيبتي واشكر الناس كلها، ربنا يكرمهم يا رب، واللي ليها في الله عمرها ما تخرب. انا محروقه والله، محروقه. مش عارف طنط كريمه جابت الفلوس دي كلها ازاي. يا ساتر عليك، انت لسه هتقول عليها طنط؟ طبعا يا رب، مش هتبقى حماتي. انا لو سمعتك بتقول الكلمه دي تاني انا بقى اللي هسيب البيت مش انت. بابا مهما لهاش ذنب في اي حاجه من اللي بتحصل دي. يا ابني الفضيحه حطولك كل اللي ليه ذنب واللي مالوش ذنب. يا بابا الفضيحه دي هتتنسي بعد كام يوم. جاهز الفضيحه تتنسي بعد كام يوم، لكنها هتفضل شحاته طول عمرها.